لازم هيجي عليك يوم من الايام عايز تفك الجهاز ده لمليون سبب بقى، عايز تنظفه، عايز تكتشف مكوناته الداخليه، عندك هوايه معينه عايز تشوف ده بيعمل ايه، طب فين الرامات، طب فين البروسيسور، عايز تشوف ايه الدنيا. طبعا مش هيكفينا ان احنا نتكلم في اسباب فك الكمبيوتر من هنا لبكره، فمن غير اي تاخير خلينا ندخل في الحلقه. حبايبي بقى بيجيش المكتشفين من كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. حلقتنا بتاعت النهارده ان شاء الله حلقه تقنيه جديده على قناه اكتشف العالم، اللي هنتعرف فيها على شرح مهم جدا وعايز تركيز شويه، وهو للمبتدئين والشرح سهل جدا جدا. هنفك فيه كل مكونات الكمبيوتر زي ما انتم شايفين كده اهو، فكيت التجميعه كلها، والشرح بيطبق عادي على اي تجميعه، وان كان في اختلاف بسيط خالص لو قابلته اكتبوا لي في الكومنتات وهرد عليك وهقول لك تعمل ايه بالظبط. طبعا عايز انوه على نقطه مهمة فيك، بسبب ان في ناس ممكن تفك الجهاز ما تعرفش تركبه. احيي ابو المكتشفين، هقول لك ما تشيلش هم اي حاجة، احنا منزلين سلسلة فيديوهات كاملة بنركب فيها قطعة قطعة. طبعا هسيب لكم رابط الفيديوهات دي كلها في الديسكريبشن وفي الاي الرامات اللي بتطلع لك دي. اولا يفضل المفكات اللي انت تكون جايبها دي تكون مفكات مغناطيس، هتريحك جدا، هتوفر عليك تقريبا نص المجهود اللي انت هتعمله. ويفضل كمان انك تروح تشتري القطعة دي، سعرها رخيص خالص تقريبا 20 جنيه مصري. اهم حاجة بس يا شباب ان احنا نمشي بنفس الترتيب اللي انا هقول لك عليه، يعني لو انا خلعت مثلا الرامات بعد كده كارت الشاشة، اخلع الرامات وبعد كده كارت الشاشة، ما تعملش العكس، عشان انا عامل كده لسبب معين. تمام، احنا نفصل الباور عن الكيس خالص، طبعا ده شيء يعني مش محتاجين ان احنا نقوله، ونفصل كابلات الباور عن الكيسة كلها. طيب يا يوسف فين كابلات الباور اللي احنا هنخلعها دي؟ اول كابل باور بيبقى واضح قوي لو عندك كارت الشاشة خارجي وبيبقى عايز باور من بره، فبتلاقيه الكارت محطوط له باور هنا اهو، بتتعامل مع كل حاجة بالراحة، تاخد بعضك بتتك عليه كده اهو، بتقوم جاي خلعه زي ما احنا شايفين اهو، كابل بتاع 8 بن بتاع باور الكارت، وكمان هتلاقي واحد زيه هنا اهو، ده 8 بن بتاع البروسيسور، والاماكن ما بتختلفش، يعني على طول هتلاقي ال 8 بن او ال 4 بن بتاع البروسيسور هنا، وال 8 بن بتاع الكارت الشاشه، او شوف 12 بن على حسب جهازك بيكون في المكان ده. بناخد بعضنا وبنشيله زي ما شيلنا بتاع كارت الشاشه بالراحه كده اهو، بس كده شلناه. بعد كده يا شباب بنيجي عند الاجزاء اللي هنا دي، بيبقى فيها الدي في دي والهاردات والاس اس دي. كل المطلوب منك انك زي ما هتشوف دلوقتي ده، دي الهاردات بتاعتك، شوف عندك واحد اتنين ايا يكن، بتاخد بعضك بتفصل الكابل الاولاني بالشكل ده، وبعد كده بتفصل الكابل الثاني بالشكل ده، تحاول انك بالراحه الحاجه اللي مش هتتخلع معاك اعرف ان هي معزلجه بس، فبالراحه كده ويمين وشمال وطلعها تطلع معاك زي ما احنا شايفين خلعنا. او دي الخطوات الاولى، يعني ان احنا نفصل الباور او كابلات الباور عن الجهاز كله. وكمان انا عندي اس اس دي غبي كده مستخبي هنا، يعني ممكن تنساه ويعمل لك مشكله. طريقه تركيبه ساتا زي دول بالظبط، فهنخلع اول كابل وتاني كابل بس كده، ونكون احنا كده فصلنا الباور عن الاس اس دي كمان. وفي وسط زحمة الأسلاك دي كلها يسعدني إني أعرفك على أكتر كابل باور أنت مستحيل يعني تتلخبط فيه، يعني مثلا هنا هو ممكن تلاقيه 6 بنات، هنا هو ممكن تلاقيه 4 بنات، بدل ما هو كبير كده تلاقيه نصه مثلا أو حاجة. ولكن اللي كلنا متفقين عليه إن في كابل هنا أهو تمام اسمه ال 24 بن، ده بيبقى كابل كبير جدا، يعني تقريبا أكبر كابل باور في جهازك، فبتلاقيه بالمنظر ده مميز جدا، تاخد بعضك بالراحة بتتك عليه كده هو تشيله. يعني لو تلاحظوا ان انا ما بخلعش الحاجه كده، لا انا بعض زحزحها يمين وشمال عشان الحاجه بتبقى راكبه جامد يعني، ومربوطه بالكليبسات، فانت بتتك على كليبس مش بمشبك الغسيل هنا وتطلع الحاجه بتاعتك. ضروري جدا 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 انك تكون عارف ومصور كل حاجه، تمام؟ يعني لو انت عندك خبره في المجال بس مجرد بس بتخاف انك تفك الجهاز، فبرضه ما يمنعش انك تصور ان الكابل ده محطوط بالمنظر ده، وكمان ما يمنعش انك تجيب التليفون بتاعك تثبته في اي حاجه فوق الكيسه وتصور فيديو على كل حاجه انت بتعملها، بحيث افرض انا دلوقتي مش عارف في ال 8 بن ده كان بتاع البروسيسور ولا كان بيتحط في كارت الشاشه، ما هو ده 8 بن وده 8 بن، سيبك من ان هو في اختلافات في الاشكال الهندسيه انت ممكن تتعافى عليه فيدخل ويعمل لك مشكله، فعشان كده بقول لك ما تتعافاش على اي
حاجه مش عايزه تيجي معاك اعرف هي مش هتيجي، انت عملت حاجه غلط وهي مش هتيجي. ثانيا صور كل حاجه انت بتعملها فيديو. بعد ما فصلنا الباور يا شباب هنفصل كابلات الساتا اللي كانت مربوطه بالهاردات، يعني بيبقى في طرف هنا وطرف هنا، بنفصلها من المذر بورد، يعني الحاجه بتتزحزح يمين وشمال الاول قبل ما تتخلع. تمام زي ما احنا شايفين اهو خلعنا كل كابلات الساتا بتاعتنا اهو. نيجي بقى لجزء مهم جدا يا شباب، لو تلاحظوا ان في اغلب المذر بورد من تحت بيكون في اسلاك طالعه من الكيسه ذات نفسها متركبه، يعني لو قربنا شويه كده عشان الموضوع يوضح، فبنشوف الاسلاك دي. انا عايز اقول لك ان الاسلاك دي ما تقلقش بتتفكك في ثانيه، ولكن مشكلتها في تركيبها، وانا هعمل فيديو مخصوص للاسلاك دي ازاي تتركب، لانها بتتفك في ثانيتين وما شاء الله بتتركب في نص ساعه، في حين ان الجهاز كله اساسا ممكن يكون بيتركب في 5 دقائق. طريقه تفكيكها سهل جدا اهو، بصوا بصوا تتفك في ثانيه، في ثانيه بتلاقيها بتتفك معاك. ولكن ارجوك حاول انك تصور كل حاجه انت بتعملها زي ما احنا شايفين اهو، خلاص اكيد كل حاجه. وبكده يا شباب احنا نكون جاهزين ان احنا نفك اول قطعه معانا، الا وهي الباور سبلاي. بتاخد بعدك توقف الكيسه وتيجي عند الجزء الخاص بالباور سبلاي، بيبقى فوق خالص في الكيسه يا اما تحت خالص في الكيسه بالمنظر اللي احنا شايفينه ده، هو مميز جدا يعني بشكله المعروف، وبتلاقيه متثبت باربع مسامير في 4 زوايا. فك المسمار ده الاول، وبعد كده المسمار ده، وبعد كده المسمار ده، وبعد كده المسمار ده، يعني بحرف زد كده. ولكن خد بالك ما ينفعش تفك على طول، لازم تكون حاطط ايدك من جوه الصندوق بايدك وبتفك هنا. ويفضل ان لو انت بتفك الجهاز يكون في حد بيساعدك، ولكن لو انت لوحدك معاك ربنا يا عم احسن من الكل. اسنده بايدك كده اهو وفك الباور سبلاي بتاعك. ليه؟ لان انت لو فكيته، فكيت المسامير اللي ماسكاه، هو مش هيبقى في حاجه ماسكاه، فممكن بعد الشر يقع على كارت شاشه يكسره، يدخل لك على رامه، يظبط لك هارد كده ياخده معاه في الحسبان. الاهم بقى من كل ده يا شباب ان احنا نجيب اي حاجه ان شاء الله، حتى يكون جراب تليفون، عايز تجيب صحن، عايز تجيب اي حاجه يا عم عندك مش مهم، بس عشان ما تتلخبطش مثلا تركب المسمار ده جوه وده بره وتتلخبط اللخبطه اللي احنا بنبقى واقعين فيها. طيب يا شباب زي ما احنا شايفين هنرجع الباور سبلاي اللي ورا كده ونزحزحه واحده واحده، ولكن اتاكد بس ان مفيش كابلات ليه مزنوقه في اي حته، ويفضل انك تطلع كابلاته كلها كده اهو بره، وبعد كده بسم الله الرحمن الرحيم تطلعه. ولما تطلعه طلعه بشكل عمودي كده اهو، هتلاقيه تفكك معاك بكل بساطه. نيجي بقى دلوقتي يا شباب لحاجه من اسهل الحاجات اللي انت ممكن تعملها، وهي فك الدي في دي والهاردات والاس اس دي. الهاردات بتبقى مثبته كده بمسمارين في العمود المعدني ده، بتاخد بعضك بتفكها وخلاص كده. ولكن برضو يعني عيوب الدي في دي والهاردات والاس اس دي انك لازم تكون ماسكها، لانك اول ما بتفك المسمارين باي باي شكرا، بتلاقيها وقعت، فممكن تقع تتبهدل. وخصوصا الهاردات يا جماعه ممنوع ان اي هارد يقع علشان بيتدمر حرفيا. دلوقتي بقى هنفك تاني اكبر قطعه من بعد الباور سبلاي، وهي كارت الشاشه. فخد بالك ان انت تمسكه كده اهو الاول، تسنده كويس في السوكيت بتاعه اللي جوه، وفي مسمار خبيث هنا. شوف بقى انت الكيسه عندك مثبت بمسمار ولا بمسمارين، بس كده بتفكه. ده المسمار او المسمارين الوحيدين اللي بيتفكوا في الكارت الشاشه. بص ايدك بلاش تفك اي حاجه من هنا، دي حاجات خاصه بالناس اللي عايزه تعمل صيانه كارت الشاشه بس. زي ما انتوا شايفين اهو شباب هر مني، فلولا ان انا بفضل الله ماسكه كان ممكن ياخد السوكيت ويقع يتكسر، علشان تقيل جدا على البورده، واساسا دي فايده المسمار ان هو يساعد البورده ان هي تستحمله. بعد كده يا شباب زي ما احنا شايفين بتاخد بعضك تشده كده، وبعد كده يعني بص اوصفهالك هناخد بعدين نعمل كده وكده اهو، اتخلع معانا مفيش. دلوقتي يا شباب انا عندي المروحه دي عامل لها كهرباء خارجيه، بشغلها بفيشه. طبعا ما اعتقدش ان في اي حد هيعمل الحركه دي غير لو فاهم كويس او من هواة الالكترونيات، فعلشان كده انت مش هتلاقي عندك الاختراع العجيب اللي انا عامله ده، لا انت هتلاقي دي متوصله بالمذر بورد على طول. فلو جينا قربنا هنا اهو كده اهو تمام، هتلاقي ان مروحه البروسيسور متصله بالمذر بورد هنا، وفي سوكيت جنبها. المفروض السوكيت ده هو اللي كان متوصل فيه المراوح بتاعتك، فكل المراوح فكها بالمنظر اللي احنا شايفينه ده تمام. بس انا هفك كل المراوح واسيب المروحه بس بتاعت البروسيسور. ايه ده يوسف، احنا مش هنخلع البروسيسور؟ ابوس ايدك، اكتر قطعه مرعبه في الفك بتاعها هو البروسيسور والمروحه بتاعته. بيبقى في بنات صغيره كده عامله شبه شروط الابر حرفيا، دي لو اتلمست بتعمل مشاكل جباره.
فعلشان كده ارجوك انت لو فاكك جهاز عشان تنضفه او علشان تخليه قطع او الى خلافه، فبلاش تفك البروسيسور، بلاش يا اما استنى لما انزل لك فيديو بقى كامل عن طريقه فك البروسيسور والكولر او المروحه. الرامات يا شباب بيبقى مقفول عليها بكليبسين، فوق كليبس فوق كده وكليبس تحت، كل رامه مقفوله بكليبسين، فبتاخد بعضك بتفك الكليبس اللي تحت بالمنظر ده كده اهو، تطلع فوق بتلاقي في كليبس تاني لنفس الرامه، اوعى عينيك تخونك، تمام؟ تقوم جاي عامل كده اهو بالمنظر اللي احنا شايفينه، تلاقي الرامات طلعت معاك، الف مبروك يا باشا، وتطلع كل راماتك بالمنظر ده. عموما اي مروحه شافت او طرد في الكيسه بتلاقيها متثبته باربع مسامير كده في البادي بتاع الكيسه، بتفكهم وخلاص، يعني بتلاقيها طلعت في ايدك وخلصت. بس زي ما قلت لك اتاكد انك فاصلها من المذر بورد من جوه عشان ما تعملكش مشكله. نيجي بقى عند اخر جزء معانا هيتفك في الكيسه، الا وهي المذر بورد ذات نفسها. لو عايز اخلعها من الكيسه، المذر بورد مربوطه بمسمار هنا ومسمار هنا وشويه مسامير، يعني سهل جدا انك تاخد بالك منهم. بس كده يا شباب، وبكده نكون فكينا الجهاز بتاعنا. اي استفسار يقف معاك، اي حاجه معظلجه معاك ما تتعاركش معاها يا ابو المكتشفين، خش اكتب لي في الكومنتات، خش على صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقي الرابط بتاعها في الديسكريبشن تحت. صور لي الحاجات اللي انت مش فاهمها او الحاجه اللي اتعملت معاك او المشكله اللي حصلت معاك، وابعتها لي على صفحتنا على الفيسبوك، وبرده هرد عليك هناك فورا. فمن غير اي تاخير خليني اقول لك اتشرفت جدا بمشاهدتك الحلقه دي. ما تنساش بقى لايك سبسكرايب للقناه، وانك تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام وتفعل كل الاشعارات. ايه كل الاشعارات دي؟ اعمل ايه يعني؟ يعني تنزل تشترك في القناه، تعلق جنبها جرس، دوس على الجرس، خليه على جميع التنبيهات، وان شاء الله هيوصلك كل فيديوهاتنا. واشوفك ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. في امان الله.